أهلا وسهلا فيكم بالوصفة اللي كلنا ناطرينها، وصفة الكريم برولي تشيز كيك بس بالإنستانت بوت. ونبدأ بالقاعدة. في عندي بسكويت مطحون، أنا مستخدمة بسكويت دايجستيف وطاحنته، حطيت عليه شوية ملح وهلأ ميبل سيرب عشان يعطي طعم الكراميل، وآخر شي زبدة دايبة. وبإيدي بدي فركن ليصير في عندي عجينة متكتلة نوعا ما. بقالب التشيز كيك مقاس 6 إنش، أول شي بسكره، بعدين بحط نص الكمية وبرصها بالقاعدة. أنا مستخدمة معلقة طعشتة مثل ما شايفين، وبرص فيها القاعدة بهالشكل. وباقي كمية البسكويت رح أرصها على الجوانب بهالطريقة لأعمل حواف عالية لقاعدة التشيز كيك. لو بقي كمية بسكويت زيادة وما إلا مكان على الجوانب بنرصها بالقاع، بعدين بنضغطها بالمعلقة بهالشكل. هلأ بس نخلص بدنا نحط القالب بالفريزر ويتجمد لمدة 10 دقايق بس، بعدين بدنا نطلعه ونعطيه تحميصة سريعة بفرن محمى على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق، والحرارة سفلية وعلوية. وننتقل لعمل خليط الكريم برولي تشيز كيك. بالخلاط الكهربائي بدي نزل السكر مع الجبن الكريمي واخفقهم باستخدام البادل اتاشمنت او الاتاشمنت المسطح اللي مبين قدامكم. بدي ضل عم بخفق لمدة 3 دقايق لحتى تصير الجبنة خالية من الكتل وناعمة كتير. هلأ بدي وقف الماكينة وانزع كل الجبنة من القاع وارجع اخفقها مرة تانية لمدة دقيقة بس لأتأكد انه كل الكمية صارت ناعمة عندي ومن دون اي كتل. وهلأ بنزل البيض الكامل والصفار فوق خليط الجبنة على 3 مراحل، بين كل مرحلة ومرحلة بنترك 10 ثواني. ودغري بعد البيض بننزل معجون الفانيلا. بنوطي السرعة على الآخر وبننزل الكريمة شوي شوي. هلأ مو مبين عندكم إنه السرعة واطية بس لأني أنا مسرعة الفيديو، بس لازم توطوها مشان ما ترشق الكريمة وتطلع لبرا. دغري وراها بنحط الطحين، وبعد الطحين بس بنخفق لحتى يختفي الطحين تماما وبنوقف وبصير الخليط جاهز. وهي القاعدة بعد ما طلعت من الفرن وبردت تماما بدي غلفها من تحت بالألمنيوم بيبر مثل ما موضح مشان ما يفوت عليها مي وتصير طرية. بنصب كاسة ونص مي بقلب الطنجرة، بعدين بدنا نحط الرف الحديد المرفق مع الطنجرة، بنسكره وبنحطه بهالطريقة. وأكيد بدي غلف قالب التشيز كيك مشان ما يدخل عليه مي من فوق وتخرب الوصفة كلها. هلأ بنسكر الطنجرة وبنكبس على البريشر كوكر وبنعير عن ليفل هاي، والدقايق تكون 37 دقيقة طبخ بس. شوفوا يعني وفرت علينا تقريبا 40% من الوقت المقارنة بالفرن. وبعد ما تطفي بتركها تفرغ الهواء لحالها لمدة 10 دقايق، وبكبس زر التفريغ وهيك التشيز كيك صار جاهز. ودغري بنفك عنا الألمنيوم فويل، ولازم تكون التشيز كيك عنا رخوة من الوسط بهالشكل قبل ما نفوتها على الثلاجة ونبردها لمدة 6 ساعات قبل التقديم. وبعد ما بردت بدي طلعها من القالب وورجيكم طريقة التقطيع والتقديم، لأنه نحن عاملين كريم برولي تشيز كيك، هذا مو خليط التشيز الكيك العادي. لما بدنا نقصها لازم حميها شوي بالبلو تورش مشان تعطيني قطع نظيفة من الجوانب وشكلها كريمي ولامع.
شوفوا لي هالقوام اللي ما بيتقاوم. هلا بدي صفى ورشه بالسكر، يعني كل قطعه حتاخذ لها حوالي معلقه كبيره من السكر، وهلا بستخدم البلوتورش بدنا نكرمل السكر ونقدم الكيكه فورا. لو ما كنا ناويين نقدمها ما بنكرمل ولا بنحط اصلا طبقه السكر، يعني هي المرحله ما بنعملها الا وقت التقديم مشان نحافظ على القوام الكريستالايزد وناخذ طبقه سكر هشه مثل البونبون. وبعد ما نخلص بنزينها بكريمة مخفوقة مثل هالشكل باستخدام الستارتب. يلا هلأ ندوقها ونستمتع بالقوام الحريري الكريمي. ويلا قوموا اعملوها هلأ واعطوني رأيكم، لأنه رح تحبوها كتير كتير كتير. إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ضغطوا لي لايك عليه واشتركوا بالقناة ليوصلكم مني كل جديد.